إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم كان يعني بالجار وكان يهتم بتقفي أحواله ربما كان يحتاج إلى مساعدة كان يحترم الجار ويوصي به لدرجة أن البعض تخيل أن الجار قد يرثه عليه أفضل الصلاة والسلام النموذج والمثال أهلا بك يا مولانا في يوم جميل مفهل. في رمضان كريم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد يعني اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي اليه جمل ويعرف من حال هذا الجمل ان صاحبه يحمل عليه ما لا يطيق يحمل عليه كثير فوق طاقة هذا الجمل فيشتكي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدور الحوار بينه وبين صاحب الجمل ثم يتعهد صاحب الجمل بأن لا يفعل هذا الأمر بعد ذلك وإذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حن إليه الجذع لما تركه و وقف, وقف على المنبر وخطب عليه ونزل وضمه إذا كان رسول الله رحمة لكل ذلك ولكل هذا الكون ولكل هذه المخلوقات سنجد أن علاقته بالجيران هي على هذا النحو وأكثر ولذلك تاتي الايه الكريمه وتجسد هذا المعنى في قول الله سبحانه وتعالى فبما رحمه من الله لنت لهم, لنت لهم ولو الله. كنت فظا غَلِيظًا قَلْبِ لانفضوا من حولك لا وكلمه اللين لنت نعم الليونة. اللين اللين هذا امر خلق كريم في ان الانسان يكون هين لين لين, لين في ايدي اصحابه وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فهذا الانسان المسلم لا يحمل في قلبه الا كل الخير وكل العافيه وكل المصلحه للناس جميعا هذه التوطئه مهمه جدا لبيان موقع الجار من الاعراب النبوي. صحيح الجار موقعه كبير بالنسبه لاحكام الاسلام احكام الاسلام اخذت من القران الكريم في قول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الله فهي أعطت هذه واعبدوا الله ولا تشركوا وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا إلى الوالدين وأحسنوا إلى ذوي القربى وأحسنوا إلى اليتامى وأحسنوا إلى الجيران. فوبالوالدين وبالوالدين إحسانا عُطف على هذا الحكم او الامر بالاحسان عطف عليه بقيه الامور الاتيه فيما بعد في يعني الايه إذن هناك نوعين من الجيران نعم جار القربه والجار بالجنب نعم ومصطلح الجار هنا لا يقتصر فقط على ال هذا الجوار الثابت الجيره المكانيه يعني الجيره المكانيه الثابته التي أي. لا تتحرك وانما مم. نكون جيراننا نحن وسيادتك جيران الان وفي السفر جيران وفي كل لقاء يحصل بين إنسان وإنسان فهو جار له تقصد الجيرة الوجدانية وال والبدنية أيضا والبدنية نعم والمكانية يعني المكانية يعني احنا بنفهم الجيران على أساس أن في غيط وفي غيط تاني مملوك آه لي أو, يعني شق أو شقة أو شقة أو شقة أو, بيت أو آه بيت وبيت مظبوط أو فيلا وفيلا أو, أو قصر وقصر أيا كان يعني آه صورة آه هذه يعني ملكيات ثابته ودي مكانيه ودي مكانيه لكن كل لقاء يتم بين اثنين يحمل معنى الجوار ده الجيره الجسديه الجيره الجسديه التي يمكن ان ننتقل من مكان الى يعني اخر يعني انت لو لو واحد جنبك في القطر ده 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 جيره نعم ولذلك آه هذا الجوار آه في صوره العديده يحتاج الى ان نتعامل معه باحكام الاسلام احكام الاسلام مجمله جميعا في كلمه احسانا وبالوالدين احسانا وبذو القربه يعني احسانا حكم الاحسان ينسحب, ينسحب على الجار على الكل سواء كان ذو قربه او الجار نعم بالجنب كل الجوار ايا كان نحن هنا لم نتكلم عن كيف عنه احسن للجار اولا الاحسان للجار له مظاهر عديده جدا اول شيء يعني الا اؤذي ألا جاري على الاقل يعني أمنع عنه الأذى، أكف عنه الأذى أكف عنه الأذى يعني ما ترميش الزبالة جنب البيت ما أو قدام أي شيء ولا كلمة ولا ولا نظرة قالوا الجار قبل الدار أه وده فيه بيوت بي بت بت بتكون أسعارها و و وعقارات تكون أسعارها غالية بسبب الجوار أيوة لما يكون فيه فلان الإنسان الذي هو يحسن والذي هو فيه سمات الصالحين وفيه سمات المقربين بتجد فيه إقبال شديد جدا على أن أن أجاوره لكن لما نلاقي واحد مؤذي الكل يبتعد عنه فالذي يؤذي هذا لا يحسن إلى جاره الذي يؤذي جاره بأي أسلوب من أساليب الإيذاء المادي أو المعنوي اللفظي أو الفعلي أيا كان الإيذاء طيب ده كلام مهم جدا لأن السلوكيات بين الجيران سيئة دلوقتي جدا في بعض الأحيان يطفي النور على جاره يقفل الأسانسير يرمي القمامة أمام الشقة بدات الامور وكانه بيضايقه يعني عايز بيحك انفه يعني. ولذلك ينبغي ويجب علينا ان نتخلص من هذه السلوكيات الخاطئه لان هذا جميعا هذه الامور جميعا من اساليب الايذاء المختلفه ايا كانت الصوره ما دام انه تصورنا منها ايذاء فهي محرمه هي ممنوعه. مولانا مولانا اصلك الريفي وكذا كثير وانا منهم. تعرف يعني الجار ما يباتش لما يطمئن على جاره لان النهارده في جيران ما يعرفوش بعد لنا في رسول الله اسوه حسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا كان لا يؤذي جيرانه ثانيا انه كان يبحث عنهم ويسال يتفقد ويتفقد ويزور مرضاهم ويتصدق على الفقراء والمساكين منهم من محتاجين وكان يهدي اليهم صلى الله عليه وسلم وكان يعني يتحمل الايذاء فيما لو ان احد الجيران اذاه فهو يعني اذا نحن نحتاج الى ثلاث امور هي مشتمله على الاحسان فالاحسان ان لا اوذي جاري الاحسان ان اتفقد جاري واسال عنه وبقدر الامكان بطبيعه الحال وأهدي إليه إن كان هناك مجال وأن أرعاه إن كان محتاج لشيء وأن أبحث عن حاجاته وأقدم له المساعدة في أي صورة إن كانت هذه المساعدة طالما أنا أقدر على ذلك وفي الإطار المشروع ثم بعد ذلك إذا آذاني جاري فمن الإحسان ألا أقابل الإساءة بإساءة وإنما أقابل الإساءة بالإحسان فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول بعض الروايات كان له جار يؤذيه بإلقاء القاذورات امام بيته صلى الله عليه وسلم في تقريبا في كل يوم وفي بعض الايام لم يلقي هذا الرجل هذه القاذورات امام بيت رسول فافتقدوا يعني راح فين هذا الرجل افتقد سوءاته فعلم انه مريض فزاره صلى الله عليه وسلم، دائما الاحسان لا يولد الا احسان بعد ذلك. وبيغسل بيغسل طبعا بلا شك اه بيغسل وبعدين بولد كمان عند الانسان اللين والرفق والشفقه والرحمه على الناس وما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه وهانه كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ترويه ام المؤمنين عائشه. يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالإنسان يكون يعني عنده الرفق بجيرانه وبأولاد جيرانه وهكذا. وسيدنا جبريل حرص على توصية الرسول بالجهر. صحيح سيدنا جبريل يعني كان في حرص شديد جدا أن يبلغ أمر ربه سبحانه وتعالى لرسوله الكريم. صلى الله عليه وسلم ويوصي رسول الله بالجار حتى ان الحديث الشريف يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه قضيه الميراث في الحديث دقيقه لان الميراث لا ينتج الا من الجزئيه يعني من جزئيه الوارث للمورث او العلاقه القويه جدا بالمورث يعني ما نيجي نبحث في اسباب الارث ليه بنورث فبيقولوا اذا وجدت القرابه القرابه دي صله دم يعني بعضيه من كليه اصبح المورث هو جزء من الـ 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 الوارث جزء من المورث او علاقه المصاهره العقد الزواج ويرتب علاقه قرابه كانها علاقه النسب وعلاقه الدم فالزوج بيرث الزوجه والزوجه ترث زوجها المتوفى فك فإذا عبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يرتقي بهذه العلاقة لهذا المستوى آه كأننا أصبحنا أجزاء بعضنا البعض امتزجنا كجيران فأصبح كل منا هو جزء من الآخر وبناء على ذلك ينبغي أن, أن نرتقي بهذه العلاقة نرتقي بعلاقة الجيرة إلى حيز التحضر بعدم الإزاء بالاحسان بتحمل الايذاء البعض يتخيل ان الجيره انه يكون مسلم يعني سيادتك الخير اللي سيادتك بتقول ده كله مسلم لكن الجيره هنا بالمعنى لم تحدد الجيره قد تكون غير على غير ديانتك ولذلك احنا ما فرخناش في هذه في كلمه جيران جيران هذا حق لكل جار يعني ما 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 كان من احكام من الاحسان وعدم الايذاء والرحمه والشفقه الإزاء والشفقه واللين وكل المظاهر التحضر والرقي التي اخذناها من احكام الشريعه لكل الجيران لا فرق بين جار وجار لا بسبب لون ولا بسبب لغه ولا بسبب ديانه ولا بسبب معتقد ايا كان المعتقد وايا كان المذهب وايا كانت الديانه وايا كان اللون وايا كان الوضع الاجتماعي ايا كان يعني الفروقات اللي احنا بنعتبرها هذه هذه منفيه هذه الفروقات في احكام الجوار فاذا هذا يشمل كل انسان مسلم كان او غير مسلم لكن لو كان الجار قريب في 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 الدم يعني اخويا اللي هو ذوي القربة الجار ذوي القربه اه الجار الجار اللي له قرابه اه اه يعني درجة عالية الخال مم. الابن العم مم. الاخ الاب فيما لو احنا اصبحنا مستقلين وهكذا ده له حق الجوار الحق الطبيعي الذي لكل الناس زائد وله حق القرابه بلا شك. والجار الجنب كذلك ونعم والجار اللي هو الذي ليس بيني وبينه قرابه هو له حق الجوار وله حق اتفاقنا في حق الاسلام يعني والجار الذي ليس بمسلم هو له حق الجوار وله كل الحقوق التي للجيران جميعا ولذلك نقبل منه الاهداء ونقبل منه العطايا ونعطي ونبحث عنه الجار غير المسلم الذي هو ربما الظروف اتعبته والايام اثقلته ومريض ويحتاج وفقير نمد له العون وهذا من من الواجبات أنا يعني ما نقولش احكام فيها يعني طرف هذا من الواجبات ومن حقوق هذا الجار يعني يستطيع انت ما بتسالش عني ليه يعني لو لو بين هذا القدر من ال صحيح العشم العشم يعني انت ما تسألش عني ليه انا انا كنت في ظروف كذا وكذا وكذا يبقى في تقصير في جانبي انا كانسان مسلم وقصرت في الشريعه في حق الشريعه لان الله كلفني بحقوق هذا الجار. حقوق هذا الجار البعض يتصور ان الجار لو بعد يبقى مالوش علاقه بيه لان الايه قايله ذوي القربى والجار بالجنب. بالجنب هنا تفسر ايه؟ تفسر الجار الاول ولا الثاني ولا سابع جار كما يقول بعض العلماء عد الجوار ب بانه يصل الى 40 جارا 40 جار اه يعني مش سبع جار بس اه ال40 جارا جارا آه يعني اللي هو رقم 40 هو جاري ايضا وحتى لو خليناها سبعه وحتى لو خليناها اثنين خدت بال سيادتك آه اصل هو الشيخ يقول لك النبي وصى على سبع جار اه نعم وصى على وتمتد الى ما ابعد من سبعه كمان آه لكن الشاهد انه هذا لو اننا طبقنا تطبيقا صحيحا سيحصل تلاحم مجتمعي كامل أيوه لان هذا الجار كل جار له جار كل جار سوف يوصي بالجار آه هذا الجار له جار وهذا الجار الاخر له جار وهكذا فنصبح نحن في تكامل وفي تكاتف وفي تكافل كامل لو طبقنا حقوق الجوار كما ينبغي الغريب جدا في احكام الفقهاء بقى لما بيتكلموا عن علاقة الجوار بيعطوا حكم انا مش مش هو مش مطبق الآن ولا يمكن تطبيقه بطبيعة الحال لأن يعني الظروف حتمت علينا ألا نأخذ بهذه الأحكام، دي أحكام عايزة مساحة كبيرة من الـ 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 الأراضي يعني. م. يقولون يعني إذا كان أنت بتبني في بيتك اللي أنت بتبني في ملكك فلا تحجب الضوء عن جارك مظبوط ولا تحجب الهواء عنه ما تجرحوش يعني آه يعني خلي الهواء يعني شغال على الجار فما ترفعش البيتر. المباني كتير لا بيرفعها طبعا بس. ديها ده كان في ظل توسع النهارده الان احنا توسعنا راسيا ولم يعد لكن انا اخذ منها مغزى بان حتى في اطار طالما اننا في مق... في قدره على الا نمنع شيئا فلا نمنع فل فلا نمنع عظيمة مولانا والله طالما نحن في قدرة من العطاء نعطي مولانا. مولانا العظيم وعطائك موصول نغرق لفاصل ونعود لنواصل مع مولانا الدكتور شوقي علام أهلا بكم من جديد ومعانا بعض الأسئلة السريعة جدا لكن فيها سؤال وقف قدامي شوية عايز ذاكره معاكم شوية. يعني مسيحي عزم مسلم على الإفطار. فهو بيسأل أروح ولا ما أروحش؟ الروح تروح؟ نعم ولا غضاضة ولا غضاضة إطلاقا بالعكس ده هذا فيه من الود والتلاحم والتشارك وإيجاد صلات فيما بين الناس في المجتمع تعرف سيادتك يعني قبل عصر كورونا هخليها عصرة هو يعني, يعني ربنا يزيح على طول يعني لكن قبل كورونا بالفعل كانت الكنيسة المصرية بتعمل إفطار إفطار السنوية وأذكر أنني في أول تقريبا في سنة 2014 ذهبت إلى الكنيسة للإفطار. كاتدرائية لا كانت كنيسة في آه آه ناحية تقريبا في يعني ما بعد النيل كده في الجيزة تقريبا جميل. يعني أنا لا أذكر المكان جميل. بالتفصيل يعني لكن ذهبنا وكان هناك بعض من الوزراء وكان بعض من السفراء والمدعوين طبعا من الازهر الشريف ومن وزاره الاوقاف ومن دار الافتاء المصريه وكنت حاضرا في هذا الوقت. المغرب وجب فاذن احد المشايخ بالعمامه وكان في مكان مجهز للصلاه في داخل الكنيسه. فاذن المؤذن وتناولنا الافطار يعني اللي هو على التمر والحلويات و المشروبات السكرية وصلينا المغرب وبعد الافطار فكان مطلوب من كل واحد من الضيوف كلمة فقلت في كلمة كان احد الوزراء مسيحي فقلت في كلمة وهو كان والده بقى عنه احكي عنه وعن والد هذا الوزير يعني مش عايز اذكر الاسماء يعني لكن قلت ان فلان الفلاني كان في شهر رمضان في الدوار في الصعيد بيجيب قارئ يقرا القران الكريم يعني هذا الرجل المسيحي في دواره الكبير كان في شهر رمضان يعتاد ان هو وهو كان وزير ايضا والده يعني كان وزيرا كان بيعتاد ان هو يجيب مقرئ للقران الكريم يقرا في الدوار والناس بتسمع يعني المسلمين والمسيحيين وغير ذلك يعني شوف اللحمه بتاعت البلد فقال لي على فكره لسه لحد دلوقتي لو تروح الدوار الان هو هو احنا في القاهره يعني أوه. لو نروح الدوار الان هنلاقي القران الكريم زي ما هو يعني العاده بتاعت والدي ما زالت موجوده كما هي ليه ليه احنا بنسال هذه الاسئله ايوه آه سيادتك انا بستغرب ان احنا بنسال والإلحاح عليها باستمرار آه لا ان انت تروح لاخوك لأ المسيحي وتزوره وتفطر عنده أو هو, هو يجي يفطر عندك هو يجي يفطر عندك إيه المشكلة في آه. كل هذا؟ أنا أرى أن طرح مثل هذه المسائل وفي كثير من الأمور فيها إلحاح هذا الإلحاح بيولد آه ريبة إحنا كنا في اطمئنان لماذا نطرح مثل هذه الأسئلة؟ الناس بتروح وتزور ودون ودون غضب أنا يعني سيادتك أكثر مني علما بمن يطرح هذه الأسئلة وطبيعة الطرح والرغبة في استمراريه هذه الاسئله اللي تقرب للحصى المدبب تحت الاقدام وهي تمشي، لكن دعنا يا مولانا جاري يؤذيني بصوته العالي واذا عاتبته سبني، ماذا افعل؟ عليه ان يعني هذا الذي يسال يعني في قلبه خير، عليه ان يصبر وعليه ان يبحث عن الاساليب التي تدفع الاذى عنه من هذا الجار باي وسيله من الوسائل اما بالكلام الطيب وباللين معه واما بت او حد يكلم او حد يكلم يدخل حد آه يكلم هذا الشخص لكن يرد لا يرد الاساءه بالاساءه لا ينبغي ان يرد الاساءه باساءه وانما يردها باحسان وكلما قبلنا اساءه باحسان بلا شك تذهب السيئه تذهب السيئه مولانا يعني سيادتك في الحلقات ده هنا قارئ بيقول دائما ابدا يعني تذكر اسم الملاك جبريل والملاك جبريل في حياتنا شيء عظيم جدا جدا كنه ايه سيدنا جبريل عليه السلام ملك من الملائكه وهو الروح الامين كما يقول القران الكريم نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المرسلين فهو المكلف بالوحي من الى الانبياء وإلى هل وصفه عليه افضل الصلاه والسلام؟ بعض الروايات كان ياتي هو الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوره دحية الكلبي وهو رجل وجيه يعني فيه وسامه من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيأنس الناس به وهو يأنس به رسول الله لكن رسول الله يعرفه يعني يعرف أنه جبريل وكان رسول الله أظن أنه رآه ورسول الله رآه مرة في الأفق على صورته الحقيقية صورة النجم فسد ما بين المشرق المشرق والمغرب يعني الشمس حتى لم يعد رسول الله يرى من شدة من حجم سيدنا جبريل عليه السلام يعني على كل حال آه لا نحب ان نقف طويلا امام آه اوصاف واشياء قد آه يعني لا ترتب احكام شرعيه لا مش احكام شرعيه الناس عايز ترتوي بالوصف انت عارف آه الناس تحب اللي بتحبه نعم وتتمنى وصفه نعم. وتتمنى ان تراه يعني ديت حاله وجد خاصه خاصه ان الروح الامين لعب دور كبير جدا في حياتنا كلنا بتبليغ الرساله لعلي افضل الصلاه والسلام ومولانا انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاجابات والاستطرادات فيما يعن لنا من اسئله سيادتك تتمتع بسعه الصدر ونحن سوف نكون على قدر الاحترام مع فضلتك ونكف عن الاسئله الصغيره ونخلينا في القضايا الكبيره اترككم في رعايه الله وامنه وغدا لقاء جديد مع الدكتور شوقي علام في يوم جميل في رمضان